نبدي بالكريستالاين سوليد. احنا طبعا السوليدز هم جزئين يتكونون، جزء الكريستالاين وجزء الامورفوس. شنو الفرق بيناتهم؟ هسه احنا راح نجي نعرف. الكريستالاين سوليد هي ستراكشرال يونت اوف كريستالاين، ستراكشرال يونت اوف كريستالاين سوليد such as اي صوديوم كلورايد منثول ار ارينج ان فيكست جيومتريكال باترن اوف اور لاتيس. الكريستالاين سوليد انلايك ليكويد غاز هاف ا ديفرنت شيب اند اوردر ارينج ان ذا يونت. طبعا مثل ما تعرفون الكريستالين سوليد هو يا اما يكون بشكل اتومز مولكيولز او ايون ارينج ان ديفينيت مانر فورمينج ا كريستال لاتيس. هسه شلون ذرات الملح ذرات الشكر هذني عباره عن كريستالات. الملح هو ان اي سي او سولت ايونيك، المولكيولز مثل الشوجر متكونه من مولكيولز او متكونه من اتومز مثل ذرات الدايموندز اللي هي تكون لي اتومز. أنا بالنسبة إلي الكريستالين سوليد كلش مهم بالنسبة إلي، لأنه أنا واي عندي درجات أغلب الدرجات موجودة بالكريستالين سوليد. Gas are easily compressed where solid like liquid are practically incompressible. Crystalline solid show a definite melting point pass rather sharply from the solid to the liquid. يعني من أبدي أسوي melting راح تتحول السوليد إلى liquid بعملية الميلتينج. يعني أنا مثلا عندي الميلتينج point مثلا of any drug، خلينا نقول نحكي عن الميلتينج بوينت اوف باراسيتامول. اذا انا جبت باودر مال باراسيتامول بيور وجيت سويت له ميلتينج، اريد احوله من الكريستالين سوليد الى الليكويد، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي راح يدي بي ميلتينج، ما راح يصير ميلتينج، اكو في الدرجه راح يذوب بيها بقمة يسموها الميلتينج بوينت، هي هاي الدرجة اللي هي ديفينيت الأي كومباوند. بس مثلا الباراسيتامول طبعا هو بيعدة بوليمورفات، مثلا بوليمورف 1 يختلف عن الميلتينج اوف بوليمورف 2 يختلف عن البوليمورف 3. طبعا البوليمورف يختلف، هو طبعا نفس الشكل نفس الكومباوند بس الارينجمنت مالت المولكيولز تختلف. فمثلا البوليمورف 1 خلينا نقول 146، بوليمورف 2 147 وهكذا. البوليمورفات كل وحده تختلف عن الاخرى بالميلتينج بوينت مالتها وهكذا. وكذلك انا عندي باراسيتامول مثل الميلتينج بوينت مالته 146 بينما الاسبرين الميلتينج بوينت مالته 127 على سبيل المثال. فكل بوينت حتى تتحول من السوليد ستيت للليكويد ستيت. كريستالين ستراكشر كود بي اتوم لايك دايموند or graphite molecules like carbon dioxide and amphaline ion like sodium chloride. هاي طبعا احنا كل مادة مثل ما قلت لكم هي قد تكون اتوم molecules or ion، كل واحدة نعطي example عليها. طبعا الستراكشر الكريستال فورم بعدة ستراكشرال فورم مثل الايزومتريك التتراغونال الهكساغونال اورثومبيك مونوكلينيك اند ترايكلينيك. هاي هي الاشكال مالت الكريستالات اللي ممكن ان تتواجد عندنا بالحقيقه او بالطبيعه. هسه نجي على مثل ما حكيت لكم اني البوليمورفيزم. البوليمورفيزم هي some elemental substance such as الكربون and sulfur may exist in more than one crystalline form and are said to be allotropic which is a special case of polymorphism. Polymorphism is the ability of the substance to exist in more than one crystal form. شبهت لكم اياها انا هنا بالسباكيتي بالمعكرونه. انا هنا المعكرونه هي كلها منين متكونة؟ هي أنا المعكرونة أحد يكتب لي بالشات منين متكونة؟ شنو الكومبوننت مالتها؟ عجين. أي يعني عجين شنو؟ دقيق دقيق. أي قد يكون دقيق. أي هو الدقيق هو من الحنطرية يعني نشا. أي مرات أكو من نشا بس خلينا نقول إحنا الدقيق هو المكون الرئيسي للمعكرونة. دقيق ومي المكون الرئيسي. إذا عندنا هو الدقيق. التشكيل مالتها
شوفوا المعكرونة قد تكون بشكل سباكيتي، قد تكون هاي شكل الفيونكة، وقد تكون هاي العيدانة الرفيعة، أو قد تكون هذا الشكل اللي يكون شكل رود، أو قد تكون سبايرال، يعني بيها عدة أشكال. بس هي هل هذا راح يأثر على هذا الشكل؟ هل راح يأثر احنا على الكومبوننت الرئيسي مالتنا؟ لا، هي نفسها، هي تبقى نفسها، طحين ومي. المكون الرئيسي مالتنا هو الطحين، بس هنا الستراكشر مالتها يختلف. مرة سووها بشكل فيونك او هذا، بس يبقى الستراكشر مالتها هو نفسه، ستراكشر واحد. فاذا هي هاي البوليمورفيزم موجودة بنفس الكومبوننت، بس الستركشر مالتها يختلف. الارينجمنت مال المولكيولز بالسبيس هي اللي راح تختلف، وراح تسوي لي هذا الاختلاف اللي هو يسموه البوليمورفيزم، هي الابيليتي اوف ذا سبستانس تو اكزيست ان مور ذان وان كريستال ستراكشر. بوليمورف هاف ديفرنت ستابيليتي and they spontaneously convert from the metastable to stable form. طبعا البوليمورف عندها different stabilities، وطبعا راح يعني تتحول من الميتاستيبل للستيبل فورم حتى تستقر، لانه جزء هذا الستراكشر مثل ما قلت لكم، الستراكشر السباكيتي مثلا كلش طويله راح تنكسر حتى تتحول يعني على سبيل المثال للستيبل فورم. كل ستراكشر طبعا هي كل وحدة بيهم راح تختلف الميلتينج بوينت. هسه انتو المعكرونة مثلا العادية والسباكيتي وهاي الشرائح نسيت ايش اسمها، يعني كل وحدة انتو من تجون تخلوها بالمي تذوبوها، كل وحدة بيها راح تبدي تموع في وقت محدد. هسه خلوهم كلهم على النار بعدة قدور، وكل وحدة من راح تدي احنا من راح تدي تموع احنا المعكرونة معناها استوت، فخلي نشبهها انه صار بها ميلتينج. هي ما صارت ميلتينج، بس احنا خلي نقول حاولنا انه نسويها سوفت اكثر. شو راح يصير هنا عندنا اختلاف؟ الميلتينج بوينت مالتها راح تختلف، الميلتينج بوينت مالتها راح تختلف. الباودر اكس راي ديفراكشن مالتها هذا من راح يختلف، والسولوبلتي مالتها ايضا راح تختلف. كل وحدة راح تكون مختلف، كل بوليمورف راح يكون مختلف. هما نفسه، هو نفسه باراستامول، بس بوليمورف واحد يختلف عن بوليمورف اثنين، يختلف عن بوليمورف ثلاثة، يختلف عن بوليمورف اربعة. الثيوبرومو اويل اور كاكاو بيتر از ذا بوليمورفوس نيتشر فات. Theobromo oil is capable of existing in four polymorphic forms. The unstable gamma form. طبعا نعطيكم هنا example على ال polymorph اللي هي theobromo oil، أو يسموها الكاكاو بتر، زبدة الكاكاو. طبعا الثيوبرومو oil احنا نستخدمها كل هواية بصناعة التحاميل. ثيوبرومو اويل مثلا تحاميل عندنا مالت الباراستامول، تحاميل الانتي بايرول. هاي التحاميل يعني انا جيت باراستامول كاكتيف انجريدينت، بس انا خما اجي هذا الباراستامول هو شلون احوله الى تحميله غير اذوبه ببيز، يعني خلينا نقول فد اويلي بيز اللي هو مثل الثيوبرومو اويل او اللي يسموها كاكاو بتر. بس هي هاي شنو مشكلتها؟ الثيوبرومو اويل عندها different polymorphic form. ال unstable gamma form melting at 18 degree Celsius. ال alpha form 22. ال beta prime 28. وال beta form melting at 34.5. هسه شوفي هنا أنا هو نفسها هي ثيوبرومو اويل، بس شوفوا الفاريشن بالميلتينج بوينت، وحده 18، وحده 22، وحده 28، وحده 34. الجاما والالفا والبيتا برايم والستيبل بيتا فورم كل وحده تختلف عن الاخرى بالميلتينج بوينت. بس أنا شنو
ساعة اللي أريد أجي أختار، أنا من أجي أختار أريد أصنع التحاميل مالتي، أنا راح أختار اللي هي قريبة من درجة حرارة بجسم الإنسان، أنا أختار الستيبل بيتا فورم اللي هي 34.5، إحنا درجة حرارة جسم الإنسان 37، حتى مثل من يستخدم التحميلة يصير بها تقريبا ميلتينج بهاي الدرجة اللي هي 37، أنا أريدها قريبة، أنا مثل ما تعرفون المواصفات مع التحاميل، أنا صح أحفظها بالثلاجة حتى تبقى القوام مالتها صلب، بس أنا ساعتي اللي أخذها من الثلاجة لازم تموع بدرجة حرارة جسم الإنسان اللي هي درجة 37 حتى يطلع الباراسيتامول ويشتغل كأنتي بايرتك. هواية تعرفون الأطفال إحنا نستخدم هاي التحاميل إلهم حتى يعني تخفض درجة الحرارة أو تقلل من الآلام مثل آلام التسنين. فأنا بالنسبة لي ثيوبروما أويل هو مثلا البيس مالت الباراسيتامول، من أسوي سيلكشن لازم مثلا أنا أختار ستيبل بيتا فورم اللي هي الميلتينج بوينت مالت 34.5 حتى من يوصل الجسم الإنسان درجة 37 يذوب عندنا بكل سهولة. الفاكتورات اللي تأثر على البوليمورفيزم، الفاكتورات اللي تأثر على البوليمورفيزم. الطلاب عيني أني راح أغلق الرابط مالة الحضور، باقي الطلاب وينهم؟ شو العدد؟ شو عددكم هنا؟ يقرأ ولو هو أنا بعدين كلها أطابقها ترى، أطابق الحضور مالكم على الفري كول كونفرنس ويا الورقة مالة الحضور. الحضور هنا 157 وعندكم هنا الرسموس 180. راح أغلق الريسبونس. زين هسه أني الفاكتور اللي تأثر لي على البوليمورفيزم، الفاكتور اللي تأثر لي على البوليمورفيزم عدة فاكتورات، عندنا solvent differences, the impurities, the temperature, the geometry of the covalent point, the level of supersaturation, the attraction or repulsion of anion and cation. يعني هذا البوليمورفيزم بيش يتأثر وشون يتحول من حالة إلى أخرى؟ يتحول من حالة إلى أخرى، يتحول من حالة إلى أخرى لأن إذا كان solvent مالتي مختلف هاي الحالة راح تأثر لي على البوليمورفيزم. يعني مثلا أني مثلا عندي ذوبت الباراسيتامول بالإيثانول أو ذوبت الباراسيتامول بالميثانول، أني كل وحدة من هذول راح تنطيني بوليمورف يختلف عن البوليمورف الآخر، كل واحدة من هذول تنطيني بوليمورف يختلف عن البوليمورف الآخر. الامبيوريتيز، إذا أكو امبيوريتيز عندي بالماتيريال مالتي طبعا أكيد راح تأثر لي على البوليمورف اللي موجود، قد يكون موتر، قد يكون باقي سولفنت، هذول كلهم راح يأثرون على آية. هسه راح افتح لك اياها آية، تمام، ما نزلتها بالبداية الفورما. يلا فتحتها عيني، سجلوا.
يعني بصراحة لأنه المحاضرة مو وقتي، ف يعني شوية بدكم flexibility. يلا سجلوا وأغلقها، أنا فدي شوية. زين، فالبوليمورف مالتي راح يبدي يتأثر بعدة فاكتورات، اللي هي السولفنت، الامبيورتيز، التمبرتشر، يعني ايش قد ذوبت الباراستامول بدرجة 100، مو مثل ما اذوب بدرجة 200، الجيومتري اوف ذا كوفالنت بوند، الليفل اوف سوبر ساتوريشن، الاتراكشن اند ريبولشن اوف انيون اند كاتيون، هاي كلها تعتمد على السولفنت مالتي. The most common example of polymorphism is diamond and graphite. هاي أقلام الرصاص والدايموند، هاي أبسط مثال على البوليمورفيزم. In high temperature and pressure lead to the formation of the diamond. درجات الحرارة العالية الجرافيت راح يتحول لي إلى الدايموند. In the case of a slightly soluble drug, may affect the rate of dissolution. As a result, one polymorph may have more active therapeutically than another polymorph of the same drug. طبعا اني هسه اوكي اخذت الدراج، عندي باراستامول بوليمورف واحد وعندي باراستامول بوليمورف اثنين، وهذول هم اثنيناتهم السولوبولتي مالتهم راح تكون مختلفه. ومن تكون السولوبولتي مالتي اني مختلفه، شو راح ياثر لي؟ السولوبولتي مالتي ما راح تكون مختلفه، شو راح ياثر لي؟ راح يأثر لي على الـ rate of the dissolution of the drug. يعني واحد راح يكون دائر، واحد راح يكون قليل الذوبانية. فأني هنا بهاي الحالة الدائر والقليل الذوبانية هذول راح يصير أكو في الديفرنس بيناتهم بالأكتيفيتي، يعني الاكتيفيتي مالتهم راح تصير مختلفه. يعني بوليمورف واحد يجوز يخفض الحراره احسن من بوليمورف اثنين. ليش؟ لانه السولوبولتي مال بوليمورف واحد احسن من السولوبولتي اوف بوليمورف اثنين. لانه اني مثل ما تعرفون اني الدراج مالتي مثلا الباراستامول وصل للمعده، من وصل للمعده ايش راح يصير؟ راح يصير عندي انه الحبايه راح تبدي تتفتت، تتفتت الحباية راح تطلع الذرات مالت الباراستامول، تطلع الذرات مال الباراستامول gradually راح يصير بيها absorption، وبعدين وراها distribution وميتابوليزم واكسكريشن. اني هاي اللحظة اللي يصير بيها absorption هاي جدا مهمة، لانه اذا كان الابزوربشن مالت عالي راح يمتص وراح راسا يروح للبلاستريم ونحصل على good concentration، بينما اذا كان السولوبولتي قليله لا راح يكون بطيء 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 الابزوربشن مالته، الاكشن مالته بطيء، وبالتالي راح يروح للسمول انتسم واللارج انتسم، واحنا كل شيء ما مستفادين من عنده. فلهذا البوليمورفيزم اني يعني جدا مهم بالنسبه لي، كلش مهم بالنسبه للدراج، لانه الريت مالت الديسوليوشن مالت الدراج مالتي راح تتاثر باختلاف ال 1 بوليمورف. فلهذا احنا السلكشن مالت البوليمورف جدا مهم، السلكشن مالت البوليمورف مالتي جدا مهم. اني يعني خلال السلكشن مالت البوليمورف راح اني اقدر اسيطر على الفعاليه مالت الدراج مالتي. نعطيكم example: polymorphic state of chloramphenicol palmitate is more active than another polymorphic form. يعني نعطيكم example فيكم مثلا انا اشتريتكم على الباراستامول، الكلورامفينيكول هو هذا انتيبايتيك يستخدموه بعلاج التايفويد. طبعا هو يعني حاليا اكو اغلب الدول سحبته لانه يسوي ريفرتبل بلاستيك انيميا، بس اكو بعض اطباء لحد الان دا يستخدموه بكثر من الدول، يعني كلش افكتيف على تايفود فيفر. فطبعا هذا اللي عده بوليمورفات واحد بيها اقوى من الثاني. اكزامبل الاخر على البوليمورفيزم السلفاميتر 2 اللي هو هذا انتيبايتيك از مور اكتيف دان فورم 3. عندكم نعطيكم اكزامبل اخر على البوليمورفيزم مثل الكورتيزون اسيتيت اكزيست ات ليست ان five different forms. Four of them are unstable in the presence of water and change to the stable form.
طبعا يعني هو الكورتيزون ستيت على الأقل 5 بوليمورفات، طبعا بوجود السسبنشن، والسسبنشن هو وسط مائي وكلش إلى قابلية أنه يحول يخلي الدراج مالتي هو مو ستيبل. فبحالة السسبنشن عندي أني الكلورامفينكول، العفو الكورتيزون أسيتيت، يحتوي على 5 بوليمورفات، 4 من عندهم هي انستيبل بوجود الووتر، وتتحول من كان بي تشينج تو ذا ستيبل فورم، ممكن انه تتحول الى الستيبل فورم. صارت عندكم فكره عامه عن البوليمورفيزم، صارت عندكم فكره عامه عن البوليمورفيزم، وعرفنا شنو هو الفاكتورات اللي تاثر عليه وشنو هي الانواع مالته. هسه انا بالنسبه لي راح اغلق الريسبونس. طلاب ان شاء الله سجلوا حضور، قلت لكم انا ظليت فاتحت اليوم لانه المحاضره كانت مو بوقتها. هسه اجي على بارت ثاني من السوليد اللي هي الامورفوس سوليد. الامورفوس سوليد طبعا هو جزء ثاني من هذا. ابسط اكزامبل انه دائما الطالب يقول شنو امورفوس وشنو كريستالاين سوليد. الامورفوس سوليد هو بصوره عامه الفرق بين شعر البنات وبين مكعبات السكر. شعر البنات تشوفون هو نفسه هو شكر، بس يحولوه للامورفوس فورم حتى يصير هيك ويجذب الاطفال. هذا الكوتين كاندي اللي موجود على ايدكم اليسار، وبين الذرات الشوغر اللي هي موجوده على ايدكم اليمين. انا شنو مش عندي هنا بال بالامورفوس سوليد، انا عندي هي الماتيريال دونت هاف ا ديفينيت شيب. خلوها ببالكم، شعر البنات يتغير كل ما تلزمه من المكان راح يجي ياخذ شكل ثاني، بينما المكعب مالت السكر الذره راح تقدرون تغيروها، ما تقدرون تغيروها الا اذا ضربتوها بفشي ثقيل بهاون دقيتوها يلا تنكسر الذره وتتحول الى شكل ثاني. فالشيب مالتها هي اندفنت شيب. وطبعا نسميها الامورفوس سوليد هي سوبر كول ليكويد. الخصائص مالتها هي بين السوليد وبين الليكويد. ار ارينج ان سم تايم راندوم مانر از ان ليكويد ستيت، فهي بين الليكويد وبين السوليد. ذي دونت هاف ا ميلتينج بوينت. طبعا ما الها يعني قلت لكم هي الها خصائص بين الليكويد وبين السوليد، هي شكلها سوليد بس هي تاخذ صفات الليكويد. الليكويد هو ذائب، هو موجود بشكل يعني ليكويد ستيت، فما الى ميلتينج بوينت. فاني من اجي اقول لكم اعطيكم اكزامبل، اني باراستامول حولته من الكريستالين للامورفوس، اني حولته هناك الباراستامول الى ميلتينج بوينت، بس هنا ما الى ميلتينج بوينت، لان هنا تحول الى حاله هي يسموها الامورفوس اللي ما لها ديفينيت ميلتينج بوينت. هذا هو الفرق يعني بين الامورفوس والكريستالين. الامورفوس شوفوها باندفنت شيب. الميلتينج بوينت طبعا احنا هذا هو الفرق بين الامورفوس والكريستالين اللي هو فيري سمبل، ما ادخلكم تفاصيله لانه بيه تفاصيل هوايه، وبس لازم تعرفون انه السولوبيلتي مال الامورفوس فورم من الانرجي مالته اعلى هوايه اعلى من الكريستالين فورم. هسه احنا مثل ما تعرفون احنا عندنا بالكريستالين سوليد، الكريستالين سوليد مو الامورفوس سوليد، عندنا ميلتينج بوينت. فالميلتينج بوينت heat of fusion energy، نقول heat of fusion هي الheat required to increase the intra-atomic or intermolecular distance in a crystal thus allowing melting increase the molecular motion. Because the polymorphic form represent different molecular arrangement leading to different crystalline form of the same compound due to different intermolecular forces. طبعا شو حيصير عندي؟ يعني هنا عندي different molecular form
كل وحده لها different melting point، مثل ما انا حكيت لكم مسبقا بهاي المحاضره. هسه انا عندي الميلتينج بوينت مال الفرافين كريستالايز از ا ثين ليفلت كومبوز از زيجزاج تشين. البارافين مثل ما تعرفون البارافينز اني التشين مال الكربون العدد مالتها مختلف، فالبارافينز كريستالايز از ا ثين ليفلت كومبوز زيجزاج تشين بات ان ا بارالل ارينجمنت. The melting point of normal saturated hydrocarbon increases with increasing molecular weight because the van der Waals forces between molecules of the crystal become greater with increasing the number of carbon atoms. كل ما زادت ذرات الكربون كل ما زادت عندي الميلتينج بوينت، لانه الفان در Waals forces راح تبدي تزيد، من تزداد السلسله الكربونيه راح تبدي تزيد الميلتينج بوينت. بس شنو ايش عندي هنا يا يعني الحاله الميلتينج بوينت اوف هسه بدي اشرح معها شويه. الميلتينج بوينت اوف الكان وذ ايفن نمبر اوف كربون اتوم ار هاير ذان ذوز كربون وذ ان اود نمبر due to the fact that alkan with odd number atom packed in a crystal less efficiently. هسه انا اذا جيت اعطيتكم اكزامبلين على الالكانات، الالكانات اللي عندها even number الميلتينج بوينت مالتها اعلى من الالكانات اللي عندها odd number. مثلا انا عندي هنا البيوت الذرات الكربون ثلاثيه البروبان مو البروبان وعندي البيوتان، من اللي اعلى الميلتينج بوينت مالتها؟ جاوبوني هنا انتم هسه على الشات. طلاب عيني تسمعوني؟ أحد يكتب لي؟ نعم. إيه زين، أنا ذرات الكربون من تصير مثلاً العفو البيوتان إيه طبعاً أكيد أعلى، ورا البيوتان من يجينا؟ ورا البيوتان من يجينا؟ بنتان. زين، من أعلى البيوتان لو البنتان؟ كتبوا لي بالشات. البنتان الجد بي خمسة، البنتان بي خمسة والبيوتان بي أربعة. لا غلط، الأربعة أعلى من الخمسة، لأنه هسه لا أقول لكم آني melting point الميلتينج
starting point مالت ال odd number ال even number أعلى من ال even number أعلى من ال odd number ال even number أعلى من ال odd number. طبعا احنا من تبدي تطول السلسلة الكربونية اكثر واكثر احنا ما نبدي نفرزن هذا الشيء، بس اللي قريبة منها تاخذ هذا الباترن. واضح تمام؟ فمثلا اذا اجيب لكم ذرات كربون 5 و6 و7، منو اعلى واحد بيهم؟ 5 و6 و7، منو اعلى واحد بيهم؟ 6. ورا منو يجي؟ 5 و6 و7، 7. وبعدين وراها 8 عفوا 8 5. فاني دائما بس اعلى واحد عندي 5 و6 و7، اعلى شيء هي 6، وبعدين تجي وراها 7، وبعدين تجي وراها 5، لانه اني الاود نمبر دائما عندي اعلى، بس ريلاتيفلي 7 راح تكون هي اعلى من 5. واضح؟ بس احنا ما نبتعد هواية، مو نروح نقارن ال 13 بالسبعة، احنا نقارن اللي قريب على اي اساس نعرف وحدة اللي هي بصف اللغة مو بعيدة. قلت لكم انا ما اقارن ال 13 ويا السبعة، لو قارن 13 ويا العشرة بعيداتي صيرن، اقارن اللي هي وحدة بصف اللغة ما ابتعد عنها اكثر، لانه ال كانت with odd number carbon less efficiently. هذا هو السبب. 6 بعدها 7 بعدها 5. صحيح شهد، وهاي الشيء صحيح، لانه اني بس المجاورات بالنسبة لي الايفن اعلى من الاود بصورة عامة. طبعا هذا الباترن ايضا ينطبق على الكربوكسيليك اسيد نفس الحقيقة. الفاتي اسيد عندكم هذا الستركتشر مالت الفاتي اسيد موجود، على اساس نعرف. مو هسه انا اقول لك ايفن اود نمبر، بس مو بعيدات الاتوم مالت. مثلا اجيب لكم 13 14 15، ما اجيب لكم ابعد من هذني، يعني ما اجيب لكم تقارنين بين 17 و19 و5، مو هيجي، راح اجيب لك القريبات من عندهن. زين، فاني الفاتي اسيد كريستالايز المولكيولر تشين وان سيجمنت. هسه انا هذا الكربوكسيليك اسيد نفس الحاله تنطبق عليها. هنا شنو السبب؟ شنو السبب؟ هنا السبب لانه اني الايفن نمبر الزوجيه ترتبط بالهيدروجين بوند من جهتين الكربوكسيليك اسيد، بينما الفرديه ترتبط من جهه واحده. فاني منو اللي اعلى عندي؟ منو راح يصعب كسرها اكثر؟ الهيدروجين بوند الاثنين. فالستركتشر واحد والستركتشر اثنين اللي موجود عندكم في فيجر 2.14، ذرات الكربون هنا ايفن نمبر هنا اود نمبر، الايفن نمبر خلتهم يرتبطون من مكانين، الاود نمبر خلتهم يرتبطون من مكان واحد. فلهذا ايش صار عندي؟ صارت عندي هيدروجين بوند من جهتين، بينما هنا هيدروجين بوند من جهه واحده. فبالتالي راح يصير عندي اني الستركتشر مالتي الميلتنج بوينت مال كاربوكسيليك اسيد وذ ايفن نمبر اعلى من اني راح اتوقف اللي هنا السوبر كريتيكال كلوي، لانه الفيسر والفيس كوليبريا يحتاج لها محاضره كامله بحد ذاتها. بس اهم شيء عيني هاي اريدكم تعرفون الميلتنج بوينت مالتي كومباوند، تدربون عليها بالكيمياء العضويه كل زين، تاخذون الستركتشرات وتشوفوها من الميلتنج بوينت اعلى، البويلينج بوينت منو اعلى، مثل ما انا درستكم. لانه انا بالامتحان ان شاء الله انا راح اجيب لكم كيميكال ستراكشر، وهاي الكيميكال ستراكشر انا على اساسها راح تجاوبون بالامتحان، تقولوا لي الايفن والاود، الكربوكسيليك اسيد والكحول، الالكانات والكحولات، كل وحده. وطبعا مرات جزاني اجيبها باختيارات او اجيبها كعلل وهكذا. وامتحانات المدمج